أنا يوم من الأيام وضعت كذا دراسة سريعة جدا، وكانت هذه الدراسة على مستوى شخصي، يعني هي لم تكن لأحد وإنما كانت لنفسي أنا. وكنت أتأمل كثيرا في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف أن الواحد منهم قد لبس أرضية الشرك والكفر بالله جل وعلا، ثم ما هي إلا لحظات سريعة جدا، يعني كانت نقلة لا يمكن للطاقة البشرية أن تتصورها، ولا يمكن للقانون الإنساني أن تكون داخلة تحته. ثم أتفاجأ أن ذلك الصحابي الذي كان يحمل أشد العداوة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولرسالة الإسلام، أتفاجأ أنه انتقل من جهة إلى جهة ومن حيز إلى حيز، وكان في الأرض السابعة، ثم أتفاجأ أنه تجاوز السماء همة وعزيمة وإيمانا وصدقا وإخباتا وفقرا وحبا وتعظيما وإجلالا، حتى أن الواحد الذي كان يتحطم أمام صخرة أصبح في غاية الوجل والحياة والحب لله والتعظيم له جل وعلا. كنت أتعجب كيف أن ذلك الصحابي الذي كان في أعلى درجات المعاداة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم انتقل إلى غاية الطواعية لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، حتى أن الواحد لم يجرؤ يوم من الأيام بعد أن كانت عينه تصب شررا على وجه رسول الله، أصبح الواحد لا يجرؤ أن يضع عينه في عين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبا وإجلالا وتعظيما له. كنت أتساءل كيف هذا القلب انتقل؟ كيف هذا الفؤاد بدأ يصعد شيء فشيء في درجات الإيمان؟ كيف هذه الروح؟ أي ماء غسلتها؟ أي طهر حل فيها؟ أي سحائب خير قد علت عليها؟ هناك سر، هناك سر لا بد لكل إنسان أن يتفحص، أن يقرأ فيما وراء الأسطر. هناك طاقة كان يتقوى بها أولئك الأكابر. تفاجأت أن هذا السر وليس بسر، وإنما هو مبثوث في كتاب الله جل وعلا وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن السر الأكبر لهذا الجيل والرعيل النادر والطائفة المؤمنة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التي أصبحت منارات الهدى وقناديل يستنير بها السائرون إلى ربهم جل وعلا، أن العنوان العريض في حياتي كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. يا سلام، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بارك الله فيك. Thank you.